هذا الجواب يسأل قال من يحمل انت حامل افلام جنسيه في الجوال ليه؟ قال ما حكم اني احمل افلام جنسيه؟ انت ما تعرس مالك مع الافلام الجنسيه؟ افلام جنسيه شايلها ثوبك يعني؟ كما انت ذاتك قليل الادب، انت بتجيب لك افلام جنسيه ليه في الجوال بتاعك؟ داير بها شو؟ فانت ما عندك تجيب خليك تشيلها، دي حواليك وانت راقص عليك الله تشيل صور بالشارع مليان؟ حتى الشارع ده عليك الله له صوره تحطها في الجوال؟ قبل كده ما لقيتها جوه زي الجوال دي تعلقها مني واحد ما في حاجه كمان ما في حاجه. واتحداك باريه اديها خمسه دقائق واديها كلمتين حلوات كان ما مشيت معاك تعلقها مني مش تقدر كده؟ ازيك يا حلوه كيف انت؟ ان شاء الله صباح الخير مش هنمشي معاها بس اديك سيب تقدر هات انت فاهم كلامي؟ ما شايله بينو سوباي فما في حاجه. الكلام ده كلام فارغ ساخن، وزول ملتزم وزول عاقل ما ممكن يشيل له افلام بتاع السكس في جوال بصرف النظر. الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه ما في حاجه. لو شايل لك بنجو في جيبك ده الصلاه صحيحه، مش متوفي؟ هاي ما خلاص ما بفضل الصلاه ما ده براو ده براو ده بنجو في جيبك ده شايل والبنجو ما نجس لكن حرام، لكن الصلاه بتاعتك صحيحه. اذا لو شايله هو في جوه في الجوال الصلاه صحيحه، لانك انت ما ماسك لك مره دي مع صور زي يعني انت قاعد تمسكها كده تقوم معاه مع صور مغفوله، فالصلاه صحيحه لكن اشتم الشغلانه دي